السلام عليكم ورحمة الله. سي الخضر، إن أردت، إذا قرأنا الفترة الممتدة من دستور 89 فبراير 89 إلى غاية الإطاحة بالشادي بن جديد والانقلاب عليه في 11 جانفي 1992، هذه الفترة القصيرة جدا التي تنعت بأنها فترة الانتقال الديمقراطي والانفتاح على الطبقة السياسية وتأسيس أحزاب سياسية وتعددية نقابية وإلى آخره من هذه الأشياء، كيف تقرأها من وجهة نظر الاجتماع التاريخي والقراءة السياسية للبلد؟ هل هي تحول أم أنها تسارع في محاولة التحول من دون أي مشروع، أم أنها ارتجال للجميع، للسلطة، للطبقة السياسية، للنخب المثقفة؟ هل هي رومانسية أكثر منها واقعية؟ هل هي مرحلة أفرزت وأخرجت للرأي العام وللعلن كل القبيح الذي كان يسكن هذه البلاد منذ الاستقلال أو ربما منذ الثورة ومنذ الحركة الوطنية؟ كيف تقرأ هذه الفترة؟ هل هي عملية تفجير لكل ما هو سيء وقبيح، كل ما هو عنيف أيضا، أم هل هي فترة تعلم وبداية التعامل مع المؤسسات الديمقراطية والقانونية والمؤسساتية والدستورية، أم أنها عمليات ارتجال من الجميع لم تكن مبنية على ثقافة مجتمع، ثقافة دولة، ثقافة مؤسسات وثقافة سياسية، يعني حتى نفهم جيدا هذه المرحلة ونتعمق فيها أكثر؟ هذه الفترة التي تتكون من 3 سنوات في الحق وهي مدة قصيرة أساسا جوهرية. لماذا؟ لأن في هذه الفترة، في 3 سنوات، شفنا 3 حكومات. في هذه 3 سنوات والحكومتين تعطينا فكرة على شنو راه يحدث بين اندلاع الفترة الجديدة بالدستور الجديد، دستور 89، وتوقيف الانتخاب، المسار الانتخابي في 92 ديسمبر 91. ماذا حدث؟ يعني بلا ما ندخل في التفاصيل، ولكن نعطي فكرة نموذجية للقراءة علما اللي احنا ما عندناش كل المعلومات، وهذه الفترة هذه صارية جد بالأحداث وبالمناورات، خلتنا نفكر باللي إذا رجعنا للمشروع عندنا في البداية هو طرح قضية نشأة النخب وتكيف هذا النخب في مجتمع تسوده حكم الإطارات. هل نشأت نخب؟ موفمون إليتير، موفمون دونكادرمون. هذا هو النموذج اللي قلنا، هذا هو المنهجية التي اعتمدتها في التحليل، ونحن نحترم هذه المنهجية ونترك المجال للقراءات المختلفة من قبل الناس. أنا أعتقد أن 1989 كي نقولوا 89 في الحق نحينا فترة من قبل، هي فترة حكومة قصدي مربح، جات في 88 إلى 89، قلنا شيء كثير حول قصدي مربح. أنا أعطيت فكرة على كل حال، مجرد فكرة. تمام. ومقنع بهذه الفكرة بلي هذا الإنسان لعب دور هام، ولو كان دور يعني فيه تحفظات كثيرة، ما حبش يظهر يبين حقيقة البرنامج اللي كان راهو يوجد فيه المجتمع الجزائري.
خاطر تسألنا يا ترى حب يرجع البومدينية في نهاية، خاطر شادلي أكيد في الثمانينات شفنا باللي الحكم تاع شادلي كان ينهار سنة بعد سنة سنة بعد سنة، وصل حتى الأزمة، أزمة 88 فجرت الأوضاع. قصدي مربح الفكرة تاعو الأساسية الأولى هي كيف نعاود نكون نخبة جديدة في إطار هذه الفكرة اللي قدمتها، وهذه مجرد قراءة وتبنيها للسندرة. أدرك باللي الثمانينات تسودها بعض الأفكار الجديدة تبلوت في العالم الغربي حول الديمقراطية والهوية، ونوع من انسجام فكرة الديمقراطية والهوية. هذه الفكرة الأساسية اللي كانت موجودة في فكر، على حسب ما قريت، فكر قصد مربح. دخل بعض الإصلاحات الاقتصادية خفيفة طفيفة، منها مثلا تشغيل الشباب، ولكن يا للأسف كيف شغل الشباب في الثمانينات؟ شغل بالحراسة تاع الباركينغ هو اللي خلق هذا القضية. بدا يبلور فكرة تكوين تعضديات ديكوبيراتيف، وبدا يهتم بقضية فتح المجال إلى الجمعيات الثقافية والجمعيات السياسية وحتى الجمعيات التي لها طابع في الدفاع عن حقوق الإنسان. تكلمنا في هذا المجال. وإذا به قصد مربح الحكم تاعو ما دامش سنة، بدأ في نوفمبر 88 توقف في سبتمبر 89. كي توقف قصد مربح جات حكم جديد مع سي مولود الحمروش. قبل أن نصل إلى السيد مولود الحمروش وهذه القراءة المختلفة نوعا ما، أنت تحدثت كثيرا أستاذ الأخضر، تحدثت كثيرا عن سيد قصد مربح، وبالتأكيد أننا سنتحدث عنه فيما بعد من خلال حادثة اغتياله، يعني لأنه اغتيال قصد مربح ربما تحول أيضا في مسار النظام السياسي وجماعة الضاغطة وصناع القرار وأصحاب المصالح داخل النظام، وكذلك تحالفاتهم المشبوهة مع الخارج مع الداخل مع الجماعات الدينية إلى آخر. لكن أنا طبعا أنا لم أعرف قصد مربح إلا في مرحلة المعارضة، بمعنى حينما أسس قصد مربح الحزب السياسي يعني حركة مجد، هذه الفترة الوحيدة التي عرفت فيها شخصيا. وهذا شيء غريب يعني إنسان مثل قصد مربح كان ركيزة المؤسسة العسكرية. وهذا سؤال تاعي أنا، هذا سؤال سؤالي سيل خضروش، هو كيف برجل أمن مشهور ومعروف عنه أنه كان يقود التعذيب، وأنه معروف عنه بأنه قاد ما يعرف بالمخابرات العسكرية والأمن العسكري، وأنه كان يعني يأتي على الأخضر واليابس باسم شرعيات معينة، باسم الدولة، باسم أمن الدولة، باسم كذا، ومنع المعارضة ومنع التعبير الحر ومنع من الستينيات السبعينيات إلى غاية الثمانينيات إلى غاية مجيء لك حلعيات. كيف برجل من هذا النوع، وكأننا في الاتحاد السوفيتي السابق، وكأننا في رجل مثل بوتين، ينتقل من مرحلة الكاجيبي إلى مرحلة رجل الدولة
الذي ينفتح على العالم والذي يريد التغيير. يعني أنت لم تحدثنا أستاذ الأخضر، لم تحدثنا عن عن, عن هذا الانتقال في شخصية قاسدي مرباح من شخصية رجل الأمن الذي كان يمارس القمع وكان يمارس كما يقال عنه، إلى رجل الدولة، وزير طبعا، وزير الفلاحة، ثم إلى رئيس حكومة، ثم بعد ذلك إلى شخصية سياسية معارضة عن طريق حركة مجد، وأنا عشت هذه المرحلة من الداخل، وكانت له طموحات سياسية لكي يصبح ربما رئيس دولة. هذه أنا عشت هذه اللحظة يعني في مرحلة من المراحل. قاسدي مرباح كانت عنده هذه الطموحات يعني. أكيد. كيف تفهم هذا الباساج، هذا الانتقال هذا من مرحلة رجل الأمن إلى رجل الدولة؟ أوم ديتا، أوم دو سيرفيس، أوم. هذا إنسان يعني يفكر في التجربة اللي يديرها. تجربة قاسدي مرباح عندما ظهر إلى الحياة العامة، ظهر غدات دخول الشاذلي بن جديد إلى الحكم كرئيس. أول رئيس حكومة الشاذلي بن جديد هو قاسدي مرباح. سي لو بروميي شيف دو غوفرنمون. متى يعني؟ متى؟ 80. Ça n'a pas duré, ça a duré un an. Et ensuite, il revient en 89, c'est-à-dire au lendemain, en 88-89. On a un différent là. Je pense que ce que j'ai dit de Qasdi Mrebah, je le maintiens. Indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur lui, l'homme du système, l'homme de la torture, l'homme de la, etc. C'est pas rien. Il avait. C'est pas rien. Je ne dis pas que c'était. D'accord. Écoute, d'accord. Oui. C'est un homme du système. Il n'a jamais prétendu être. Et c'est un homme, peut-être, qui a le courage et l'honnêteté d'assumer le fait d'être dans un système. Mais c'est l'homme des moments les plus délicats. Il apparaît en 80 dans la transition avec l'idée d'assurer une transition sans turbulence parce qu'il y avait de la turbulence. Adam l'a fait. Nizaat حول خلافة بومجين. تمام. تكلمنا فيها كثير. وهذه النزاعات ربما كانت تؤدي إلى شيء أخطر من ذلك. إذا كونغوليزية كما ديزي فرحة عباس en 62 parce que les groupes d'intérêt étaient très puissants, très forts encore. Et c'était aussi une guerre à l'intérieur de la garde prétorienne de Boumedine entre Mohamed Salah Al-Hiraoui, Aziz Bouteflika, Chérif Bilkassem, c'était les grands barons. Et ces grands barons, ça a donné peut-être à réfléchir à Qasdi Mrebah, qui s'est dit, nous sommes en train, nous risquons de revivre l'été 62. Ce n'est pas exclu. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il avait une idée. Il avait une idée, et je ne suis pas très sûr que ce soit Qasdi Mrebah qui ait proposé chef de Benjdid à la gouvernance. Et là aussi j'ouvre une parenthèse et c'est une lecture, ce n'est qu'une lecture. Je pense que Qasdi Mrebah a été sensible à la fameuse lettre envoyée par Boudiaf dès le début. Et Qasdi Mrebah s'est dit c'est la solution. Qasdi Mrebah a pensé à la solution Boudiaf en 80. Pourquoi ? Parce que, et ils étaient au courant, les services le savaient, je l'ai suffisamment dit, ils étaient informés de l'intérieur, que Boudiaf n'avait plus de parti, c'est fini, il a été liquidé. Le parti du PLS vivait ces derniers mois.
D'autant plus que un jour, dans un entretien que nous avait accordé le fils à Feubourg Diaf, c'est Nasser, il nous avait parlé de l'importance du rôle et de l'importance d'une femme qui avait eu une certaine influence dans le retour de Boudiaf en 92. Il a juré de ne pas dire son nom. Moi, j'ai quelque part enquêté par-ci par-là sans dire également son nom. Donc je respecte la volonté de Nasser. Mais il est clair qu'on lui a collé cette femme. C'est une femme qui a collé à Mohamed Boudiaf et c'est une femme qui travaille pour les services de renseignement et qui continue et qui vit toujours entre l'Algérie et le Maroc et qui leur donnait toutes les informations concernant Mohamed Boudiaf. Sa mission était de prendre en charge Mohamed Boudiaf de A à Z et de le suivre pas à pas jusqu'à son arrivée au pouvoir en 1992. C'est une espèce de hasard. Effectivement. On se dit pour nos amis. J'avais enquêté sur cette femme et par respect donc à la volonté de notre ami et ma sœur, donc à qui elle avait demandé de ne pas révéler sa véritable identité. Donc nous disons que quelque part c'est une femme qui avait une certaine influence sur Boudiaf, beaucoup d'influence. Mais en réalité, c'est une femme qui travaille pour l'autre. Voilà. De bonne guerre.